بالنسبه لهذا المهرجان، بالنسبه لي زوبجيكتيف يعني الاهداف ديال هذا المهرجان هو معالجه بعض المواضيع اللي كتخص الطفل. يعني بالنسبه ان الافلام اللي غادي تكون مشاركه، انا كنتمنى باش تكون الفيلم مشاركه، انها تكون عندها البوبليك، عندها الناس اللي خصهم يتفرجوا غيكونوا ناس اللي كيهتموا بالتربيه، بما فيهم الاباء، بما فيهم الاساتذه، بما فيهم لي بيداغوغ كلهم، بما فيهم حتى الشارع، حتى من الشارع الاعمال الجمعويه. وربما انهم ملي كنقولوا اللي كان خص الفيلم يهتم بالتربيه، يعني لو سيستيم ايدوكاتيف يعني يهتم بالتربيه، والتربيه اللي كتكون النظاميه وغير النظاميه. بالنسبه للفيلم التربيه النظاميه هو اللي كنشوفوا فيها الناس اللي مهتمين باسمته، اللي عندهم اهداف معينه، بحال مثلا الاساتذه ولا لي بسيكولوج، بحال اللي كيهتم بالبسيكولوجي ديال الطفل. اما بالنسبه للجمهور الثاني هو اللي كيدخل في التربيه الغير النظاميه، بما بحال الناس دي، بحال الاباء لانهم هما حتى هما كيدخلوا في الغير النظاميه، يعني حيت الاباء ربما كيديروا التربيه وكيدخلوها بعادات وتقاليد واشياء اخرى اللي ماشي مدروس. ثم انا اللي كندير هو ان الجمعيات هي انا الجمعيات كندخلها في التربيه الغير النظاميه. علاش؟ لان الوقت اللي كنشوفوا مثلا المدربين ديال المخيمات الصيفيه، لان مهمه جدا، لانه كنخليو لهم الاطفال ديالنا واحد المده معينه ديال جوج ديال المراحل او مرحله، واش هذاك واش هو كفء انه يربي ذاك الطفل. الصوره مهمه جدا وعندها ابعاد كبيره. الوقت اللي كناخذوا الصوره خصنا بعدين نعرفوا نقراوا الصوره، لان الصوره عندها قراءات، عن قراءات، يعني هذاك الطفل خصنا بعدا نعرفوه كيفاش يقرا الصوره ديال الصوره، يعني ما يشوفش غير. بالنسبه حنا الافلام اللي كنشوفوا ولا شي حاجه كنعتمدوا بزاف على السمع اكثر من البصر، رغم ان البصر راه بدون ما يقدر يعطينا دي ميساج تري امبورطون. بحال مثلا الصوره، ممكن الصوره عندها دور فعال في تغيير العقلية ديال الطفل. إلا كان مثلا تخرجوا من الانحراف، تخرجوا من بدون من بحال مثلا حتى في السينما، ملي كنشوفوا السينما عندها صورة، عندها قراءات. هذوك لي بلون اللي كاينين، كل بلون ومديور عنده أهداف معينة. يعني الصورة، يعني ملي كنديروا بلون ريتريسي أن سيرك، ممكن كنشوفو بدون ما نشوفو، كنشوفو غير انسان نعرفوه بالملامح ديال وجهه، بالتقاسيم ديال وجهه، اشنو كيقول. ثم ما ننساوش بان مثلا الانسان ملي كيكون واقف كاين عنده واحد لاريير بلون، الصوره الخلفيه مهمه جدا. ربما تكون فيها الصوره الاولى تكون اللي هي في بريمير بلون، مع الصوره الثانيه يكون واحد الاختلاف، ولكن عندها واحد الميساج، عندها ميساج. كناخذوا الطفل وسط 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 واحد ان ديكور، راه ماشي غير كتحط هذاك الديكور هكا، راه عنده واحد رمزيه، عنده واحد الابعاد اللي ممكن الطفل في الاخر كيقدر ديك الصوره ترسخ ليه في بشكل اكبر، اكثر من الكلام. وهنا الصوره تقدر كتلعب دور تربوي في التنميه ديال الطفل، في السلوكات ديالو، وربما الا بقات عنده هاد الصوره يمكن لك تخليه يتغاضى على بزاف ديال الحوايج يقدر يديرهم. صوره معبرات، كاينه صوره معبره اللي ممكن ليها تخلي الطفل الحياه ديالو كله هو كيشوفها. سا ديبون الصوره واش هي ايجابيه ولا سلبيه. اتونسيو، لان كاينه الصوره اللي هي ايجابيه، ولكن الصوره غير حنا خصنا نعرفوا كيفاش نوظفوها هذيك الصوره، وسيرتو للطفل. يعني ما كنفكروش تربيه الطفل قد ما كنفكروا بان في الحبكه ديال الفيلم. ياك ممكن هذاك الطفل نخرجوا عليه في هاد العمليه. دونك لو سيناريست اللي كيكتب مثلا السيناريو خصو يشوف هاد العمليه. مثلا الطفل مشرد وسميتو، شفنا بزاف ديال الاعمال لانه الطفل هو غير كاله. الشارع، ملي كنهضروا على الشارع، ما نخرجش ولدي يخرج الشارع، تنظن هذه حتى هو خطا.
ممكن الشارع يلقى فيه شي أشياء اللي تنفعه هو كطفل، لأن الشارع ملي كنقول الشارع يمكن يلقى فيه الشخصية ديالو تولي عنده ثقة، يولي عندك هنا تيولي عنده داك لا كومباريزون، يعني المقارنة ما بين اشنو يقدر ياخذ اشنو ما ياخذ.